كان دائما يبحث عن الحقيقة، كان رشيدا وحكيما ووطنيا صادقا. بهذه الكلمات والخصال وصف المؤرخ والمفكر الراحل أوفنايت الكوني في مراسم تأبين تحت شعار ذخيرة الوطن التي فقدها الوطن، الذي أقامته الهيئة العامة للسياحة في طرابلس. المراسم جمعت أطيافا من المثقفين والكتاب والأدباء إلى جانب كل من سعى لحضور مراسم الذكرى، تقديرا لما قدمه الكوني من أعمال خلدت في الذاكرة الوطنية. هذا البرنامج وهو تأبين لأحد رواد السياحة وأحد رواد الثقافة وأحد رواد الصحراء الليبية، السيد أوفنايت الكوني، الذي يتمتع بسيرة ذاتية مليئة بالبطولات ومليئة بالمواقف الرجولية والوطنية التي نعتز بها نحن في ليبيا بصراحة. سرد لمحطات سيرة الفقيد الوطني من خلال عرض مصور لحياته والوقوف على أعماله ومساهماته في إثراء فكر الليبيين خاصة والعالم العربي عامة. كل الحضور أثنوا على خصال الشخصية الوطنية على غرار أعضاء المجلس الأعلى لقبائل التوارق الذين أجمعوا على محاسن الراحل وما قدمه من دور في المصالحة. يعتبر فقدان أستاذ أوفنايت الكوني خسارة كبيرة لليبيا وللتوارق بشكل خاص، فهو يعني الحقيقة أعطى الكثير جدا للثقافة وللتاريخ وللإبداع ولهذه الجوانب، وكان أداؤه متميزا. مشاهد ومواقف تخللت مراسم التأبين عكست للحضور مساهمة الفقيد في توثيق التاريخ الليبي القديم، وأكثر من ذلك رسخت شواهده وأعماله في خدمة قطاع السياحة ومواقفه الوطنية النبيلة. لأن تشرق في فضاءات المعرفة قريبا بإذن الله.